وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا، فقد أقيمت صلاة العيد في جامع أحمد الفاتح إظهارا لهذه الشعيرة بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين على غرار صلاة الجمعة وبذات الاشتراطات التي أجازها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذا وأكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان في خطبة العيد ضرورة اغتنام هذه المناسبة المباركة لتوطيد العلاقات والتسامح والعفو، كما أوصى فضيلته الجميع بالبقاء في المنازل في هذه الظروف وعدم الخروج إلا للضرورة، مع الحرص على التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة. ولنحرص على استثمار مناسبة العيد لجمع الكلمة وتوحيد الصف، فلا تهاجروا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، بل تواصلوا وتزاوروا وتصالحوا وتراحموا، وكونوا عباد الله إخوانا، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين أيها المسلمون. ونظراً للظروف الراهنة التي تمر ببلادنا بل بالعالم أجمع من تفشي وباء الكورونا أجارنا الله منه، فإننا نوصي الجميع بالبقاء والمكث في البيوت مع الأسر الصغيرة وعدم الخروج منه إلا للضرورة، والتواصل عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة مع الوالدين والإخوة والأخوات والأرحام والأقارب والأصدقاء والجيران، ولا عذر لأحد في المقاطعة وعدم التواصل.